يعني العيون متجهة ل 2021 ليا. الله يسترنا، ولا بنتفائل بالخير؟ انت يعني شو؟ لا، لازم نتفائل بالخير يلا ان شاء الله يا ان رب. شاء الله. يعني مثل ما قلنا انه الكل ناطر ال 2021، عم يقول 2021 انه الفلك طبعا مو انا، سيشهد العديد من الظواهر والتغييرات البيئية حتكون لأول مرة. فما هي أبرزها وهي ما هي شدتها؟ اللي قلنا انه الفلك عم بيقول، لانه اي شيء بنقوله نحن بيقولوا ها قالوا هن، وخاصة مستوس سالي يعني راح فهدول التغييرات البيئية مثل ما عرفنا بال 2020 ايضا كمان صار في تغييرات، مثل الصيف اللي طول والشتاء اللي اجى ايضا بوقت متاخر. كل نحن بنعرف هالشيء من قبل ما نتنبأ هو قايلنا كل عليه. هالامور رح يحكي لنا عنها ضيفنا دائما الدكتور محمد العصيري، رئيس الجمعيه الفلكيه. بدنا نرحب فيك واهلا وسهلا. سالي ليا، يسعد صباحكم، صباح الخير، صباح مبارك عليكم، صباح سعيد ان شاء الله مع نهايه عام 2020. كل عام وانتم بالف خير يا رب، ان شاء الله يكون مثل ما تفضلتي سالي، يكون في تفاؤل بعام 2021. ان شاء الله نهارك حلو يا رب، ونهاية عام هيك تكون أروع على الناس. 2020 حامل الكوارث، مكركب الكل. 2021 ما بعرف، عالم بيقولوا الفردي ثقيل ولا بيكون أفضل. شو توقعاتنا بعالم الفلك؟ إن شاء الله ما يكون في كوارث. خليني بس أنا أنهي عام 2020 لأنه ما انتهى. لا بليز، لا لسه ما انتهى والله، لسه في عنا ظواهر فلكية بعام 2020 ما انتهت نهائيا. في عنا يوم الاثنين القادم 21 شهر من اهم الحوادث الفلكيه اللي حتشهدها بلادنا وحيشهدها العالم، اللي هو الاقتران العظيم لكوكب المشتري وزحل. من 800 سنه ما حدث هذه الظاهره الفلكيه الفريده جدا، ان يكون المشتري وزحل بالتصاق مع بعضهم البعض. يعني يلي بيطلع بيستغرب شو هالجرمين اللامعين جدا بالسماء، يعني فعلا رح ينطرح اسئله كثير خلال الايام القادمه، وخاصه 21 كانون الاول يوم موعد الاقتران العظيم. يسمى الاقتران العظيم لانه اكبر كوكبين بالمجموعه الشمسيه، اكبر كوكبين رح يكونوا قدام بعضهم البعض. اذا طلعنا من نوافذ بيوتنا حنلاقي مثل لمبتين قوايا بالسماء معلقين قدام بعضهم البعض، وعم المشتري بنلمع الاجرام وعم يعطوا اضاءه. هلا هن مو لمبتين، هن مو شيء اصطناعي، هن شيء طبيعي جدا. المشتري وزحل سيتالقان يوم 21 الشهر في سمائنا، حيكون الفلكيين ومصوري الفلك على موعد رسمي معهم. الاروع والاجمل هو رؤيه هذه الظاهره من عدسه التلسكوب، لانه لاول مره بعدسه التلسكوب حنشوف الجرمين سوا، اثنين بواحد، مشتري وزحل سوا بنفس اليوم. تخيل ثلاث ظواهر بيوم واحد. بنفس اليوم يعلن فصل الشتاء رسميا في سوريا الساعة 12 ودقيقتين، يعني كل هذا اللي جربته لسه ما بلش الشتاء. هي يعني كنت انتم بداتوا انتم بحواركم الصباحي بالبرد، انا كنت بقول لكم انه لسه ما شفنا شيء، لسه ما دخل الشتاء. حلو، هذا كله برات الشتاء. الله يبشرك بالخير. اليوم الشتاء يدخل الشتاء يوم 21 كانون الاول. نعم. يحدث الانقلاب الشتوي ببلادنا، ان شاء الله يحمل معه الخيرات. هلا بنحكي معه باي ب 2021. اخر ظاهره فلكيه بنفس اليوم، تخيلوا ثلاث ظواهر فلكيه بيوم واحد، هطل شهابي اسمه الدبيات. يعني رح نلاحظ اليوم اللي عم نرصد فيه الاقتران العظيم باخر الليل مجموعه من الشهب، طبعا اذا ان شاء الله كان الجو صاحي، مجموعه من الشهب الجميله جدا تسمى الدبيات، ذروتها بيوم 21 الشهر. تخيلوا يعني ثلاث ظواهر، يعني 2020 ناوي ما يودعنا غير الظاهره، هي ظاهره نادره جدا الاقتران العظيم. الله اعلم شو الرساله من وراء هالظاهره الفلكيه هي. هون بقى دخلنا ب 2021. هون سالي ليا من فتره حكيت عن موضوع انه نحن 2021 فعلا اذا العالم ما اتحد واذا ما دقوا ناقوس الخطر، فنحن مقبلين فعلا بعام 2021 على مشاكل مناخيه نتيجه الاضطرابات المناخيه والتغيرات الجويه، وهذا حكيناه بمنبر الاخباريه السوريه اكثر من مره. بالامس القريب من يوم او يومين الامين العام للامم المتحده اعلن حاله الطوارئ المناخيه، وهذا كان صدمة للعالم كله. هذا يدل أنه فعلا نحن مقبلين على تغيرات مناخية كبيرة. هلأ كيف هاي التغيرات المناخية عم تصير؟ كيف هالتغيرات؟ أنتوا لاحظتوا امبارح مثلا الأمطار بالليل، أمطار غزيرة جدا تمام مع برد، بس بأوقات سريعة، يعني بتهطل بسرعة بعدين فجأة ولا كأنه في شيء، ما حدا، بعدين ترجع تهطل. مثل اليوم يعني الجو هلأ صاحي، طلعت الشمس قبل شوي، بعد شوي رح تلاحظوا أمطار. إذا هذا التغير ما بتعادي سوريا والعالم يشهد هذا التخبط. نعم. يعني نحن هلا بمنخفض، بعد منه مرتفع، بعدين صحيح. هذا جو كله مرض اصلا. 100% صحيح. مرض.
مسيل الصحة مثل ما تفضلت، مسيل البيئة، بيزيد غاز ثاني أكسيد الكربون، حرائق الغابات عم تزيد أيضا غاز ثاني أكسيد الكربون، فإذا عندنا زيادة حدية كبيرة جدا بغاز ثاني أكسيد الكربون. نحن ما بدنا نخوف الناس وما بدنا ندعي للتشاؤم، لكن هذا الواقع العلمي، الواقع العلمي على العالم أن يتحد، ولهذا الأمم المتحدة أعلنت يوم 12 كانون الأول يعني حالة الطوارئ. نحن نعمل كمان نعلن حالة الطوارئ ممكن؟ طبعاً لكل العالم، هو هذا الإعلان الأمم المتحدة عمم لكل دول العالم إنه موضوع إطلاق غاز ثاني أكسيد الكربون، الوقود الأحفوري، في عدة شروط، يعني نحن من خلينا نقول في نحن الدول الأقل خلينا بصراحة إطلاقاً لغاز ثاني أكسيد الكربون، الكارثة هي دعوة إنه نحن أمريكا هي الأكثر تلويساً خلينا نحكي بصراحة للمناخ بالعالم. أمريكا انسحبت من اتفاق معاهدة باريس للمناخ، هي المشكلة اللي صارت، أنه انسحاب باريس خلى في توقف لهذه المعاهدة، تجمد لهذه المعاهدة، فعم يدعوا أنه على أمل الحكومة الجديدة أو الرئاسة الجديدة لأمريكا ترجع تعود لمعاهدة المناخ باريس للمناخ، لأنه ما في عنا حل غير معاهدة باريس للمناخ، وهي بتساعد الدول خلينا نقول أقل تلويثاً بتساعدها على النهوض. نعم، خلينا معناتها هلا ب 2020 رحمه شوي على على رح نسمعه هلا الالتقاء المشتري مع زحل مثل ما بيقولوا اثنين مضيئين، فبدها تصير حاله تنافس. هلا خلينا نقول لا، بالعكس في حاله تلاقي، في حاله جميله جدا، حاله رائعه جدا، حاله فلكيه جميله جدا. بعض. تماما، وزحل والمشتري هن اكبر كوكبين، يعني تخيلي انت اكبر كوكبين بتألقهم بجمالهم، ومضه جميله، يعني خلينا ناخذ التفاؤل منهم، نقول انه نحن داخلين على تفاؤل بسبب هالظاهره الفلكيه الجميله جدا يلي عم نشهدها نحن بسمائنا، وبرجع بقول 2021 رغم مثل ما تفضلتي سالي وليا، لكن نتفائل فيها، يا رب يكون فيها خير، نهايه كورونا، نحضر حالنا لما بعد كورونا. صحيح أنه ما بعد كورونا يجب أن ننتبه إلى المناخ، لأنه حتى كورونا كان وضحت للعالم دور المناخ ودور البيئة بالحفاظ على صحتنا، فنحن نستفيد من مشكلة كورونا لما بعد كورونا. نعم دكتور، يعني قبل ما يداهمنا الوقت خلينا نحكي أكثر بعام 2021، شو هي أبرز الظواهر الطبيعية؟ يعني الصيف كيف رح يكون؟ الشتاء رح تتأخر مثل 2020 ولا؟ كثير حلو. هلا بالنسبة ل 2021 نعطيها شوية توضيح شوي، 2021 مناخيا حنلاحظها متغير مختلفة، يعني نحن هلا الشتاء 21 حيدخل الشتاء، حنلاحظ الشتاء قاسي بس قصير، يعني حنلاحظ البرد، البرد خلينا نسميه الصحراوي الثقيل، حتتفاجئوا انه حيدخل الصيف سريعا، يعني بآذار نحن عم نحكي نهايه آذار الصيف حيكون، مع العلم انه نحن عم نخللنا ايام صيفيه هلا، يعني من كم يوم كانه حسينا رجعت الصيفيه، حتكون الشتويه قاسيه لكن مختصره بالضبط قصيره، يعني محمله بالامطار ان شاء الله، محمله قد تكون هناك توقع انه يكون في ثلج عندنا بالبلد لكن قصيره، يعني امتى الثلج؟ بتوقع بكانون الثاني مع بدايه نهايه كانون الثاني بدايه شباط، يعني متراوحة بالاسبوع الاخير من كانون الثاني، هي الفتره هي حتكون ذروه الشتاء، يعني هي الفتره ذروه الشتاء، بعد منها حتلاحظوا تدريجيا عم يهجم الصيف يلي حيكون اطول، يعني كل ما له الصيف عم يقرب اكثر وبالتالي عم ياخذ مسافه اكثر، خلي عكاك الصيف تنبسط تماما، ونفس الوقت يعني رحمه قد تكون يعني بسبب البرد، وفي ناس كثير ما بتقدر على البرد والامراض، لا يا مثل ما قالت امراض، شتاء محمل بالامراض، فاذا اصطر معلش منيح بالذات بازمه كورونا، فحيكون محمل بالامطار، لا نتامل نتمنى ان يصل الى معدلاتها، حيهجم الصيف سريعا، لكن حنلاحظ هذا العام الامطار طريقه هطول الامطار، يعني مثل ما شفناها امبارح هي الطريقه العامه، هي الهطولات السريعه بكميات كبيره بفترات قصيره، يعني الامطار السيليه خلينا نسميها اللي هي مو بمناخنا، رح تسمعوا ونلتقي دائما بلقاءات ان شاء الله، رح تسمعوا بدول ما بينزل عندها ثلوج رح ينزل فيها ثلوج، رح تسمعوا بدول يصير عندها فيضانات ما بيصير عندها فيضانات، رح تسمعوا بتغيرات غريبه عجيبه بالمناخ، يعني بفيضانات بالبندقيه، بتغيرات باوروبا بالمناخ، رح تسمعوا مثلا بالصحراء العربيه هطولات امطار غزيره، هي كلها متوقعه ومدروسه، يعني نحن ما عم نتنبأ، نحن عندنا دراسات علميه واضحه انه هناك تغيرات بحركه الغيوم والرياح باتجاه الداخل، اقتراب من خط الاستواء والتشتت نحو القطبين، هذا كله واضح ومدروس بشكل كبير، هذا هو اللي نحن دائما بننوه عنه، هذا الاختلاف هو اللي عم يفسح مجال للاوبئه والامراض انه تنتشر بسرعه اكبر، لاحظوا انتم امتى ذروه كورونا دخلت معنا؟ دخلت معنا ذروه كورونا مع بدايه البرد، اذا هناك ارتباط، نعم. ارتباط واضح بين تغير المناخ وبين الظواهر المناخيه والاوبئه.
فهي هي المشكله اللي احنا دائما بندعو عليها، الاهتمام بالبيئه دكتور. يعني اهتمام بالمناخ. دكتور بختامنا معك وللاسف حابين نحكي كثير لكن داهمنا الوقت، عم يقولوا لنا في جزء ثاني لهلا 2021. خلينا بس ناخذ اهم النقاط اللي حابب هلا توجهها لكل حدا عم بيتابعنا. نقطتين مهمتين، اولا او خلينا نقول ثلاث نقاط معلش سريعا جدا، الاولى انه نشاهد الاقتران العظيم فرصه ونتفائل فيه، نتفائل فيه بركي ان شاء الله 21 تكون حامله خير. واحد، اثنين نهتم ببيئتنا من انفسنا بالحفاظ على نظافه البيئه، بالحفاظ عدم رمي الاوساخ، كلها بتساعد. ثلاثه، ولو انا طلعت على موضوع الفلك شوي، فعلا نحن دخلنا ذروه ثانيه لكورونا من خلال الابحاث والدراسات يعني نحن ايضا نطلع عليها، ففعلا نحن بحاجه انه ناخذ كل الاجراءات الاحترازيه، ندير بالنا خلال هالفتره القادمه، الايام القادمه، لانه الايام القادمه رح تحمل هالتغيرات المناخيه، البرد والشوب قفوا بعضه، البرد والشوب قفوا بعضه رح ياثر على جسمنا، يعني نحن قاعدين تحت المكيف مثلا سخن، قدام صوبيا، قدام مدفأه، سخنه طلعنا لبرا برد، هذا كله بيساهم وبيساعد على دخول الامراض لجسمنا، وبالتالي بتصير تربه خصبه لعدد كبير من الجراثيم والفيروسات. ندير بالنا، هي دعوه بنهايه عام 2020. نحن بدنا نتشكرك كثير وان شاء الله السنه تكون حلوه عليك وعلى عائلتك وعلى كل الناس يا رب. ميرسي كثير لك. يي بالعكس، سالي سعيد صباحكم، صباح صباحك حلو يا رب.